أخواتي أعضاء الهيئة التعليمية، أبنائي بنات التلاميذ والتلميذات، أسعدتم صباحا في هذا اليوم 8 كانون الثاني 2023. نحييكم في بداية هذا العام الجديد إن شاء الله، وأقمنا احتفالية بمناسبة عيد الجيش وعيد الشرطة، فألف تحية لجيشنا العراقي وشرطتنا العراقية، وإن شاء الله هم سور للوطن والمدافعين والمحافظين على أمن هذا البلد، وعراقنا إن شاء الله منتصر بوجودهم، فألف تحية مرة ثانية لهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاهم وينصرهم على أعدائهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.